تمام العاشرة بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا لموجز لأهم الأنباء من قناة الجزائر الدولية الإخبارية. أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة تميز العلاقات العريقة التي تربط الجزائر ومصر، والتي تعود جذورها على وجه التحديد إلى ثورة نوفمبر 1954. وخلال لقائه بوزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد أحمد زكي محمد في القاهرة، شدد الفريق شنقريحة على حرص الجزائر على العمل سويا من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن شنقريحة سلم لمضيفه المصري وثيقة عسكرية مهمة تتعلق بمشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر 73 ضد الاحتلال الإسرائيلي ممثلة باللواء الثامن المدرع. وأضافت أن الفريق شنقريحة توجه والوفد المرافق له لمواصلة زيارة مختلف أجنحة معرض الدفاع إيدكس 2021، حيث زار الجناح الروسي واطلع عن كثب على العديد من منظومات الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة المعروضة. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية مساء الثلاثاء باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري بحسب إعلام محلي. وقد بثت قناة ليبيا الأحرار الخاصة مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين. ووفقا لموقع ليبيا المستقبل، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة أن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء هو قرار وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبث فيها. اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أمس الثلاثاء جهات لم يذكرها بالسعي لضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية. وقال خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش إنهم لن ينجحوا في مآربهم، مشيرا إلى أن تونس بحاجة إلى الكفاءات، لكننا في حاجة قبل الكفاءات إلى الصادقين المخلصين للوطن. وجدد قيس سعيد خلال الاجتماع نفيه المساس بالحريات في بلاده، مؤكدا أن معارضيه يتمتعون بالحرية كاملة. ومن كان يعتقد ونحن في هذا اليوم أن الدولة التونسية ضعيفة، فليثق من أضغاث أحلامه. يتحدث من يتحدث، يتحدث من ألف نعيق الغربان، يتحدث هؤلاء بكل حرية متجاوزين القانون، ومع ذلك يدعون باطلا وزورا وبهتانا بأن الحريات محدودة. بل أكثر من ذلك، هناك من يدعو إلى العصيان، ومع ذلك فهو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات؟ مع كل رحابة الصدر، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية صباح اليوم الأربعاء أنه دمر زورقا مفخخا لجماعة أنصار الله قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف في بيان إن إطلاق الحوثيين الزورق المفخخة كان من محافظة الحديدة، لافتا إلى أن تهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي بحسب التلفزيون السعودي. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق مساء الثلاثاء فوز التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر ب 73 مقعدا من مجموع 329، ليصبح بذلك أكبر كتلة في مجلس النواب العراقي للسنوات الأربع المقبلة.
وأثبتت نتائج هذه الانتخابات تمتع الصدر بشعبية واسعة في العراق، مما سيجعل منه لاعبا في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية. وذكر بيان للمفوضية المستقلة للانتخابات التشريعية العراقية حصول تحالف الفتح الذي اعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير حصوله على 17 مقعدا. لقي 3 تلاميذ حتفهم وأصيب 8 أشخاص من بينهم مدرس مساء الثلاثاء عندما أطلق شاب في 15 النار في مدرسة ثانوية بريف إكسفورد ولاية ميتشيغان حسب ما ذكرت الشرطة المحلية. وقال مايكل مكابي المسؤول في شرطة منطقة أوكلاند إن الشخص الذي اشتبه به تم توقيفه وهو تلميذ في مدرسة إكسفورد الثانوية في ولاية ميتشيغان، وأن الدافع وراء الجريمة غير معروف لحد الساعة. هذا وتم نقل الأشخاص المجروحين إلى مستشفى المنطقة. أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء الرعايا الروس وتسليم مساعدات إنسانية لهذا البلد. وبحسب بيان وزارة الدفاع فقد قامت 3 طائرات نقل عسكرية من طراز إل-76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابول، وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان. ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية هذه نقلت شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني، وسلمت الطائرات ما إجماليه 36 طنا من المساعدات الإنسانية. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الثلاثاء أن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها في حال نشر الناتو أسلحة نووية في بولندا. وفي حديث لوكالة نوفوستي الروسية علق لوكاشينكو على تصريحات الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ الذي قال إنه في حال رفضت ألمانيا وضع أسلحة نووية على أراضيها قد يتم نشرها في دول أوروبية أخرى بما في ذلك شرق ألمانيا. ولم يكشف لوكاشينكو عن نوع الأسلحة المحدد الذي يمكن لبيلاروسيا أن تستقبله على أراضيها. ختام الموجز، إلى اللقاء.